بسلامة الله وصلت بعثة منتخبنا الوطني إلى موريتانيا بالأمس بعد رحلة مطولة لمدة 8 ساعات والنهاردة اتمرنوا. المباراة هتقام بتوقيت القاهرة الساعة 7 بتوقيت موريتانيا الساعة 4، في فرق 3 ساعات في التوقيت. الجو حار جدا في موريتانيا النهاردة، الله أعلم بكرة شكله عامل إزاي. الدنيا ناس طيبين جدا هناك، ناس فرحانين جدا بالمنتخب الوطني هناك، وزعلانين انه محمد صلاح مش موجود، لكنه احنا رايحين على مهمه رسميه. الله يكرمك رجع لي رامي ربيعه تاني، اكون شاكر ليك. ادي محمد الشناوي، حمدي فتحي، وقف شويه عند رامي ربيعه. انا ليا قصه مع رامي ربيعه، معرفش حكيتها قبل كده ولا لا. وأن رامي كان على وشك أنه يطلع إعارة إلى نادي المقاولون العرب، لكنه ما لحقوش والإجراءات والقصة، ويعني اتقفل الباب قبل ما النادي الأهلي وافق، أيام ما كان موسيماني ما بيحطوش في السفرية في كأس العالم. يعني الناس كلها سافرت كأس العالم للأندية إلا رامي. وكلمني ساعتها قلت له طب أنت هتعمل إيه؟ قال لي أنا عندي عرض إعارة من المقاولين العرب. قلت له روح خلاص الراجل طالما ما سفركش روح. ما لحقوش عشان الوقت. هذا اللاعب اللي كان مستبعد من قائمة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، قلت له طب أنت بتعمل إيه؟ قال لي بتمرن وهتمرن. قلت والله برافو عليك. قال لي هعمل إيه يا كابتن؟ ما قداميش غير إن أنا أتمرن. النهاردة رامي ربيعة هو أفضل لاعب في مصر بلا منازع. مفيش مقارنة ما بين رامي ربيعة وأي لاعب في مصر، مع كل الاحترام للجميع. على مستوى النادي، على مستوى المنتخب، على كل المستويات. ده نموذج للإصرار والكفاح والعناد والجلد وكل حاجة جميلة، عشان كده وقفت صورة رامي ربيعة. المهم إن الاجتماع الفني بتاع المباراة اتعمل، وزي ما قلت لك الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. مصر هتلبس الفانيلا الحمراء والشورت الأسود والشراب الأسود، منتخب موريتانيا هيلبس أبيض. كمينة سامح إدارة المنتخب وعبد الله سيد مدير المهمات هما اللي موجودين. طبعا باقي نجوم منتخبنا الوطني اللي قدامكم في الصوره. ايوه اهو ده مصطفى شوبير، انا فاكر الشكل ده والله. وده محمد عبد المنعم، سليم الحمد لله، ومصطفى فتحي، وعمر مرموش، وتريزيجيه واخد المخده بتاعته كان نايم، مروان عطيه، كوكا. بالتوفيق يا ابطال ان شاء الله. حسام حسن، استنى نشوف الشعر ده هنا كده. ابراهيم، اه حسام من غير شعر، ابراهيم اللي بشعر ده، حسام وابراهيم وكوكا. ان شاء الله يا رب بالتوفيق، ربنا يكرمكم يا رب ان شاء الله. التعادل يكفي مصر للتاهل الى نهائيات بطوله الافريقيه.